السلام عليكم، ازيكم يا فنانين؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم كريم عادل. طبعا انا بصوركم الفيديو ده الساعه 2 الفجر، فما تكسلش حضرتك تنزل تعمل لايك دلوقتي حالا، يعني عشان تعوض المجهود اللي انا بذلته الساعه 2 الفجر ده، لان انا حرفيا بصور الفيديو ده وانا نايم. المهم، فيديو النهارده مهم جدا ومن اهم الفيديوهات اللي عملناها. ليه؟ لانه بيتكلم عن التدريجات في الرسم. يعني ايه تدريجات في الرسم؟ التدريجات في الرسم هي ملخص كل حاجة في التظليل. لو انت قدرت تتعلمها بشكل مظبوط وتطبقها بشكل مظبوط، هتقدر تطلع تظليل واقعي تماما، سواء في الرصاص او في الفحم او اي خامة بتعتمد على التظليل او التدريجات. تطبيقنا النهاردة هيكون على حتة قماشة. قماشة؟ حتة قماشة، لان القماشة هي اكتر عنصر فيه تدريجات. تنايات القماشة هي اكتر عنصر بيحتوي على تدريجات. درس النهاردة كالعادة من الدروس الطويلة، زي ما اتفقنا ان الدروس اللي جاية كلها هتكون طويلة، بس لازم تتفرج عليه للآخر. حضرتك يعني اتفرج يا عم، لو مش هتفرج للآخر، لو الدرس مثلا مدته ساعة الا ربع، اتفرج على تلت ساعة، نص ساعة، خليك رويح. ادي لنفسك فرصة انك تتفرج على عدد او مدة اطول من الدرس، لان كل دقيقة بتعدي انت بتستفاد اكتر. غير كده انت بتصبر نفسك، انت بتعلم نفسك انك تبقى صبور، ودي حاجة كويسة في الرسم، في التعلم يعني بالذات. الشخص الصبور اللي عنده نفس طويل هو اللي بيتعلم اكتر واسرع ان شاء الله. المهم، عشان ما اطولش عليكم، كفاية ان الدرس هيكون طويل، ما تنساش برضو تعمل لايك للفيديو. ولو انت لسه شايف قناتي النهاردة، اشترك وفعل زر الجرس عشان توصلك الاشارات كل يوم، وطبعا انضموا لجروب فيسبوك عشان تشاركوا اعمالكم، قناة التليجرام، وتابعوني على الفيسبوك وانستجرام. كل اللينكات دي في الديسكريبشن بوكس. ركزوا بقى كويس جدا في الشرح، علشان الموضوع النهاردة مهم جدا جدا، موضوع التدريجات. خليكم فاكرين ان التدريجات دي هي اللي تقويكم في كل حاجة خاصة بالتظليل ان شاء الله. يلا بينا نخش في الشرح. في البداية فنانين كالعادة هنبدأ نحول الصورة الابيض واسود عشان تكون سهل علينا في البداية. طبعا لو بنرسم صورة ملونة زي كده، ولو ملونة بنسبة بسيطة، بتكون صعبة شوية، خصوصا ان احنا لسه مبتدئين وعينينا مش واخدة انها تحلل الدرجات بشكل مظبوط. فاول حاجة هنبدأ نحول الصورة بتاعتنا الى ابيض واسود، عن طريق انا هجيب الاعدادات او التعديل، بعد كده هاجي عند صفاء اللون، دي كلمة صفاء اللون اهي، واقلل الدرجة للاخر، ممكن اعلق كونتراست شوية علشان يديني تباين بين الدرجات، وادوس علامة صح او حفظ، وبكده اقدر ارسم الصورة ابيض واسود. تاني خطوة فنانين، وهي الاوت لاين. عندنا الورقة بتاعتنا اللي هنرسم فيها، زي ما انتم شايفين عندنا الموبايل بتاعنا بيكون الحجم صغير كده. مطلوب مني ان انا انزل الاوت لاين ده هنا في الورقة. اعمل ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض. هحاول اقسم الورقة دي زي خطوط مستقيمة، زي ما احنا اتعلمنا في دروسنا اللي فاتت. بحاول اقسم الورقة دي لخطوط مستقيمة. ادي خط مستقيم، وادي التاني، وادي التالت، وادي الرابع. وبعد كده بعد ما اقسمها الشكل الاساسي اللي هو الخارجي ده، هبدا بقى اشكل او العب جوه براحتي. طب تعالوا نشوف مع بعض هنعمل الكلام ده ازاي. ادي اول نقطه في النص اهي، وليكن هي النقطه دي، هبدا انزل بيها للنقطه دي كده بالشكل ده. طبعا القلم اللي بستخدمه في الاوت لاين هو قلم 2H، محدش يغلط واستخدم قلم اتقل او اكتر من كده. خلونا نصغرها شويه عشان الموضوع ما ياخدش معانا وقت كبير. كده كفايه. بعد كده هبدا من هنا لهنا، اللي هي الكسرة الثانية زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. يبقى انا كده عملت الكسرة دي، وعملت كمان الكسرة دي، عملت اهم اتنين. بعد كده هجيب دي هشوفها موازية لايه بالظبط. لقيتها لتحت شوية، يعني هنا تقريبا تقريبا هنا كده. هبدأ اوصل بالشكل اللي انتم شفتوه ده، واخيرا هوصل النقطه دي بالنقطه دي. يبقى انا كده جبت الشكل الخارجي بتاع القماشه. بعد كده هبدا اشكل جوه. نعمل زوم بقى ونشتغل الشغل الطبيعي بتاعنا. يلا بينا. دلوقتي فين؟ زي ما انتم شايفين كده هبدا احدد او اشكل بقى في الخطوط بتاعتي اهو، زي ما انتم شايفين كده بالراحه في الخط الخارجي ده اللي هو هنا ده اهو، في النهايه طالع لبره كده بالظبط اهو، بعد كده داخل كده بالشكل ده، وطالع تاني كده وكده. هخلي جنبي الاستيكه الزيرو اللي هي الرفيعه دي امسح بيها، لو مش متوفره عندي ممكن امسح بالاستيكه العاديه اللي هي دي بالراحه خالص، مفيش اي مشكله. المفروض تنزل تحت كده شويه، تخش كده شويه اهو.
ودي كده كده. انتوا كده شايفين انا شغال ازاي، انا بنزل حته بحته، واي حته زياده معايا الاستيكة جنب اهي ببدا امسح بيها بالراحه. خلي بالكم عشان خطوه الاوت لاين مهمه جدا يا شباب، مهمه جدا جدا في ان انا اطلع الشكل مظبوط. شايفين اهو شغال جزء بجزء، مش مستعجل. ممكن اعمل اوت لاين كمان للتظليلات الغامقه اللي هنا زي كده مثلا، منطقه زي اللي هنا دي كده اهي زي ما انتم ملاحظين، اظن باين لكم جدا جدا مفيهاش اي صعوبه كده اهو. كده كده عملت الخط الثاني، هبدا برضو اشكل الجزء اللي تحت هنا ده. هرفع لكم دي شويه كده اهو. انا ماشيلكم مع الموبايل جزء بجزء يعني عشان يكون الموبايل جنبنا، يعني الموبايل اهو واللوحه اهي عشان تقارنوا معايا الاوت لاين. واكيد زي ما احنا متفقين في كل الدروس بتاعتنا الاوت لاين بيكون فيه اخطاء، والاخطاء دي بنظللها او بنظبطها اكتر لما بنخش في مرحله التظليل. يعني في حاجات ما بتبانش غير لما بنضيف بقى كتل الظل بتاعتنا. وصلت لغايه هنا، هبدا اطلع بقى في الحته الغامقه دي اهي. اكيد فاهمين اهو في كده. كده 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 الحته السوداء دي طبعا ده كله هيتظلل ان شاء الله وهيظهر جماله. طبعا احنا متفقين الاوت لاين حاجه والتظليل حاجه تانية خالص، وان جمال اللوحه كلها بيظهر في التظليل عشان نكون متفقين. يعني الاوت لاين ده يعني كانك بتبني عماره مثلا، واحنا بنبني عماره الاساس بتاعها هو الاوت لاين، فالاساس بتاعها ما بيكونش ظاهر او ما بيكونش مبين جمال العماره. عكس طبعا لما ببدا بقى احط الطوب والون او امحر وبعد كده ادهن البيت من بره وهكذا، في كل خطوه بعملها الجمال بتاع العماره او بتاع البرج اللي انا بعمله او البيت اللي انا بعمله بيظهر. هي نفس الفكره في الرسم، خطوه الاوت لاين مهمه مهمه جدا، لان انا لو عملت الاساس بتاع العماره مش مظبوط فالعماره هتقع مني اكيد يعني. لكن لو عملت الاوت لاين مظبوط وكملته بالمحاره بقى والطوب والتشطيب، هبص الاقي ان جمال الشكل بتاعي ظهر. اسف لو برد كتير بس لازم اوضح لكم النقط دي علشان ابسطها لكم على قد ما اقدر. اهو شغال خط خط ومفيش اي مشكلة، براحتي خالص مستعجلش. موضوع جميل ولذيذ وشيق، يعني مش محتاج مننا اي عناء كده. هبدأ بقى اطلع في الجزء ده، شايفينه هو بادئ من اول هنا تقريبا، بادئ كده لبره شوية، بعد كده طلع من هنا كده في كده اهو لهنا كده كده. ببدا في الحته اللي فوق دي برضو اقابل، بسيطه جدا اهي. نبدا بقى نخش في الاتجاه ده، يعني مثلا في هنا حته تظليل وفي هنا حته تظليل، تبدا تدخل معايا شمال كده وتطلع في الاتجاه ده. كده وبكده فنانين نكون خلصنا خطوه الاوت لاين. وبعد كده نبدا نمسح الزيادات اللي احنا كنا عاملينها في بدايه الرسمه بكل سهوله وبالفرشه، نطير الحاجات الزايده دي. كده احنا خلصنا الاوت لاين، نبدا بقى ندخل في مرحله التظليل. يلا بينا.
في خطوه التظليل الفنيين هنستخدم 3 اقلام هما ال 6 بي من الغامق 6 بي 2 بي اتش بي، يعني 6 بي غامق 2 بي افتح اتش بي افتح حاجه خالص. ال 6 بي هنظلل بيه المناطق الغامقه اللي هي دي، وال 2 بي المناطق اللي افتح منها بشويه، وال اتش بي هيكون في المناطق الفاتحه خالص. وممكن نستخدم القلم البلاك ده اللي احنا متعودين عليه اللي هو القلم الاسود، او قلم خشبي اسود لون خشبي يعني عادي، في المناطق السوداء خالص اللي هي في الفواصل دي هيديني برده شكل جميل جدا. هعمل لكم زوم دلوقتي عشان نبدا نشوف التفاصيل من قريب، يلا بينا. في البداية فنين هبدأ مثلا اشتغل في المنطقة الداكنة اللي هنا دي اهي كده، ببدأ امسك القلم من النص بالراحة خالص. لو اتفرجنا على الدرس الطباعة الصامتة بتاع من 3 ايام او من يومين تقريبا بتاع اللي هو قرع العسل ده، كنا شغالين فيه بتكنيك الدوائر اكتر، وكمان تكنيك الهاتشنج. هنا اكتر تكنيك هشتغل معانا هو تكنيك الخطوط العادي جدا، بس هنتعلم ازاي ندمجه. شايفين يعني مطالبين دلوقتي اللي هنطلع من غامق لفاتح اهو، التدريج ده هو اللي هيدي الواقعيه بتاعت القماش بشكل كبير جدا. وطبعا كارثه كبيره جدا لو سيحت او دمجت يعني بالعربي في التدريب بتاع القماش. القماش مش عايز اي تسيح او اي دمج يا فنانين علشان يظهر لنا التكنيك بتاعه الواقعي. فهبدا بالراحه ابري سن القلم زي ما انتم شايفين كده، وادرج من غامق لفاتح. الحته السوداء او الحته الغامقه اللي في النص دي بدرجها بغامق اهو زي ما انتم ملاحظين كده. حاسس انها تخنت شويه فاحاول ارفعها لو انتم ملاحظين، يعني ادخلها لجوه شويه عشان المها اهو. انا اسف بعمل لكم الدرس ده طبعا الساعه 1 بالليل، ف دماغي تقريبا خلاص جابت اخرها، فهتلاقوا قدرة الملاحظة عندي قلت خلاص، كتر خير الدماغ يعني. لو في حاجة زيادة زي ما اتفقنا بمسحها، مش هكبرها خليها زي ما هي بقى بدل ما افضل امسح واعمل. المهم التكنيك بس يوصل لكم. طيب عايز ادرج بقى من الغامق للفاتح، يعني عايز اطلع من الغامق للفاتح هنا، ببدأ اعمل ايه؟ اهو هطلع لكم فوق شوية. ببدأ اجيب القلم التوبي اللي هو الافتح من السكس بي يعني، وابدأ ادرجه من الغامق للفاتح. شايفين؟ لو فهمنا فكرة التدريجات دي هتستفادوا بشكل كبير قوي في كل الخامات مش في الرصاص بس، لان فكرة التدريجات دي بتسير معانا في كل حاجة، بتطبق على الرصاص وعلى الفحم وعلى الوان الخشب وعلى البستل وعلى الزيت. كل حاجة لو عينينا قدرت تلمح فيها التدريجات بشكل مظبوط هنطلع رسمة ممتازة جدا 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 ان شاء الله. اهو هجمسح الحتة دي كده عشان تبقى نظيفة، امسح من بره شوية مش عاجباني من بره. أهم حاجة وأنا بطير الرصاص اللي أنا بمسحه ده ما ناخد بالنا أنا عشان ما تبصش. أهو كده طبعا الجزء اللي فتح ده يعني او الجزء اللي بره ده فاتح عشان ناخد بالنا، يعني لازم نقدر نتحكم. طب انا مش هقدر اتحكم بال 2 بي، هبدا استخدم بقى الاتش بي اهو، بخف ايدي خالص زي ما انتم ملاحظين كده. كل ما انا هقدر اتحكم في القلم واخف ايدي اكتر، كل ما هطلع تدريجات اكتر مظبوطه ان شاء الله، وكل برضه ما هتزيد الواقعيه معايا اكتر واكتر. اتمنى تكونوا فهمتوا اهو كده. بروح خالص، وهنا برضو اغمق شويه. في بقى زي الفواصل اللي بتكون في خياطه القماش، يعني مثلا لو احنا لابسين تيشرت ففي بين الكم وبين الياقه وليكن
فاصل بتاع خياطه كده اللي هو متوصل بيه الكم، فبالتالي الفاصل ده بيكون عباره عن فرق لون اهو زي اللي انا عملته دلوقتي اللي هو البسيط خالص ده، مش عارف انتوا واخدين بالكم منه ولا لا. فلازم نعمل زي فرق لون كده، وفي النهايه نعمل شويه تاتشات خطوط كده. تاتشات الخطوط دي بتدينا تاثير فعلا ان احنا شغالين في قماشه، فاهمين يا شباب؟ فالحاجات دي ممكن تكون بسيطه في وجهه نظرك، لكن هي مهمه جدا جدا جدا، لان دي اسمها ملامس. ملامس مش ملابس، ها يعني ملمس مش لبس. الملامس دي اللي بتختلف بقى في ايه؟ مثلا لو انا برسم ازازه غير لما انا ارسم قماشه زي كده مثلا، غير لما ارسم عين، غير لما ارسم شعر. كل حاجه او كل جسم في دول ليه ملمس مختلف عن التاني، فما ينفعش نقارن الملامس ببعضها. لازم نكون فاهمين احنا شغالين في ايه علشان اقدر ننفذ بشكل مظبوط ان شاء الله. كده اهو كمل. كده شويش خالص. طيب تعالوا بقى نضيف البلاك، نشوف هنضيف البلاك ازاي. همسك القلم البلاك اهو واضيفه هنا بالشكل ده، بس طبعا مش بنسبه كبيره لان الخط اللي هنا ده مش اسود قوي، هو غامق لكن مش اسود قوي. في فرق بين هو خط غامق، فرق بين خط اسود، يعني لو بصينا للخط ده هنلاقيه اسود جدا، لكن الخط ده لا مش اسود خالص. ممكن هنا اشتغل بتكنيك الدوائر عادي، عادي جدا اهو بشتغل بتكنيك الدوائر اللي احنا اتعلمناه في درس الطبيعه الصامته اللي فات. كده اهو اهو شايفين لما بضيف اللون الغامق تحسوا ان الواقعيه بتزيد اكتر، او اللون يعني بيزيد اكتر. كل ما ضفت غامق كل ما الواقعية زادت، هي مبدأ كده قاعدة، كل ما اضيف الغامق اكتر كل ما الواقعية هتزيد اكتر. تعالوا بقى نبدأ العكس هنا مثلا، تعالوا نبدأ بالاسود قوي، يعني مثلا الخط ده اسود قوي صح؟ تعالوا نبدأ بيه اهو، طالع رفيع طبعا كده، نازل على ايه؟ على اعرض اهو، ادخل اهو بالشكل ده. وطبعا بكرر تاني، اهتموا بالدرجات السوداء يا جماعة، اهتموا بالغوامق يا جماعة. الغوامق هي اللي بتظهر واقعية اي جسم احنا شغالين فيه، مش شرط بقى يكون قماش، يعني لو احنا شغالين في بورتريه برضو العينين، الشعر، الانف، الفم، كل الحاجات دي بتفرق معايا في الواقعية، بس لازم نتأكد ان احنا بنطلع باللون الغامق بشكل مظبوط، لان اللون الغامق ده او اللون الاسود ده بيدي واقعيه كبيره جدا زي ما انتم ملاحظين كده. تشوفوا لما ادرك كمان دلوقتي هيكون عامل ازاي، هتفهموا كلامي اكتر عمليا. يعني جربوا، انا دايما معظم المشاكل او معظم الاخطاء اللي بتقعوا فيها كمبتدئين، يعني الفنانين اللي بينزلوا شغلهم على الجروب بقول لهم غمقوا غمقوا غمقوا. طب غمقوا ليه؟ ليه دايما بقول غمقوا؟ لان التغميق فعلا حرفيا بيظهر او عليه عامل كبير جدا 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 في انه يظهر جمال اي بورتريه. هبدا اطلع بقى دلوقتي، يعني مثلا لو في حته طلعت مني سودة كده ببدا امسحها الاول اهو، وببدا بقى ادرج من غامق لفاتح اهو، من غامق على ايه؟ على فاتح. ممكن اطلع الحته دي بس ب 6 بي اللي هي الحته النقله اللي هي من الاسود للفاتح دي، بعد كده اكمل مثلا ب اتش بي او 2 بي، فاهميني؟ يعني اكسر السوكه، اسمها سوكه الحته اللي هي بتكون الحرف الحاد ده بتاع ال اللون الاسود اهو كده. ودي طلع على ايه؟ على فاتح خالص كده، تمام. بعد كده همسك الاتش بي
كده كده اهو. كده بالشكل ده وهبدا اعمل بقى برضو تكنيك الكيرفات البسيط خالص ده، لان احنا لو ركزنا في الصوره الاصليه اللي انا هبعتها لكم او هنزلها لكم على قناه التليجرام دي اللي هي دي يعني، هنلاقي في تكنيك خطوط بسيط خالص كده، فده بعمله في الاخر يعني بعد ما اظبط التدريجات ببدا اعمل تكنيك الخطوط البسيط خالص ده عشان يظهر لي ملمس القماش اللي انا شغال فيه اهو. هنا الجزء اللي فوق ده هبدا بالراحه اعمله كده اهو كده كده، جزء بسيط خالص يعني مش محتاج منين اي عناء، اللي هي حته المسمار اللي هو متعلقه فيه دي اهي. بعد كده هبدا اعمل اللون الاسود كده تمام. تعالوا نبدا نكمل اهو. كده برضو هنرجع تاني نعمل اللون الاسود اللي هو ده هو. القلم محتاج يبر شويه عشان بينزل بس خط تخين، فناخد بالنا يعني لو القلم محتاج يبر نبريب اول باول عشان نطلع الخط بتاعنا مظبوط اهو. بالراحه خالص وانا بعمل الخط واتاكد ان هو رفيع اهو، بيبدا ينزل على ايه على فاتح خالص تمام. نعمل بالمره الخط اللي جنبه اللي هو بادئ من اول هنا تقريبا كده كده. اظن انتوا كده فاهمين الموضوع. هنا بقى نبدا نستخدم ايه، مش هنبدا نستخدم 6 بي على طول، لا نبدا نستخدم 2 بي، لان الدرجه هنا اللي احنا ناقلين بيها على طول من الغامق مش سودة او مش داكنه قوي، فيكفي جدا قلم ال 2 بي هيدينا درجه كويسه اهو زي ما انتم شايفين. بس لازم ندرج يا شباب، لازم نهتم بالمنطقه الغامقه اللي زي هنا دي، ونهتم برضو بالمنطقه الفاتحه، يعني نهتم باننا نطلع من الغامق كده على فاتح، لان انا لو اهتم بالغامق بس ومش اهتم بالفاتح يبقى برضو التدريجه باظت. هي يعني مثلا الجنب ده غامق وطالع معايا على ايه على فاتح خالص، ببدا اخف ايدي بشكل لذيذ كده بشكل مظبوط علشان اعمل نتيجه كويسه اهو. تمرين بسيط مش هياخد مننا وقت ان شاء الله، بس احنا واحنا شغالين بس نركز يعني براحتنا خالص، محدش يستعجل عشان الموضوع يكون لذيذ معانا ان شاء الله اهو. خدوا بالكم هنا في خشونه شويه، لو لقيت منطقه فيها خشونه شويه كده ببدا اضيف فيها ايه 6 بي اهو كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن امشي 6 بي كده نسبة بسيطة خالص بعض المناطق بيديني درجة لذيذة، بس ايدي تكون خفيفة خالص. ها بأكد تاني ايدي تكون خفيفة خالص كده تمام. نكمل مثلا الخط اللي جنبه على طول اهو، نرجع تاني للتو بي بالشكل ده تدريج. شوف انا عمال أكد عليكم تاني تدريج يا جماعة يا جماعة، تدريج يا حبايبي التدريج.
اهو. كده زي ما انتم ملاحظين التكنيك بسيط خالص. خلي بالكم انا شغال بسرعه برضو، يعني انتوا لو اشتغلتوا براحتكم الموضوع هيكون احسن بكتير وهتطلعوا نتيجه اجمل بكتير جدا. تمام يا فنانين؟ كده نشتغل دي كمان بمره عشان نبدا نشتغل تحت، ماشي؟ يعني خلينا متفقين نشتغل في الجزء اللي فوق علشان نبدا نكمل الجزء اللي تحت بعده على طول ان شاء الله. اهو كده بالشكل ده. اسود جدا جدا جدا. خلينا نكمل فوق تاني، انا ما اظن مش هحتاج اسود تاني او مثلا في الحته دي بس اهي كده. خلونا بقى نظبط تدريجات تاني كالعاده. تو بي هبدا بالراحه خالص، تدريجات بسيطة جدا. ممكن برضو وانا في التدريجات اجي اشتغل من الجنب كده يا جماعة، طالما الخط طولي ممكن اشتغل من الجنب كده احسن لي بدل ما اشتغل كده، فاهميني؟ يعني بدل ما اقعد قدام والف ايدي كده بالشكل ده، لا لا اشتغل كده من الجنب، اخلي يعني معصم ايدي هيكون مرتاح اكتر وهو مستقيم مش وهو ملفوف. اتمنى تكونوا فاهمين النقطة دي لانها برضو من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. التدريج نظبطه علشان التدريج هو اللي هيبين الظل والنور وهو اللي هيدي للقماشة اللي انا برسمها دي الواقعية. بص بخف ايدي انا ازاي اهو، باجي هنا بخف ايدي خالص كده كده. الشكل اللي انتوا شايفينه ده بسيطة جدا بسيطة جدا كده اهو. تعالوا بقى نشتغل في اخر حتة عشان ننزل تحت. خلاص تقريبا القماشة خلصت، باقي الجزء ده بس عشان في فكرة جديدة تحت شوية عن اللي فوق، يعني مختلفة عن اللي فوق شوية يعني، ونركز فيها كويس اهو. حددها من هنا شويه كده كده. تدريج اهو كده. وطبعا تكنيك الملمس ده اللي انا اتكلمت عنه انا نسيت وغمقت الحته اللي تحت دي، فممكن افتحها تاني بالشكل ده عادي جدا، بس هي مش هتكون بيضاء قوي، هتكون واخده لون بس بسيط يعني.
كده. اهم حاجه نطلع على فاتح برضو كده 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 اهو. شايفين التاتشات دي يا جماعه؟ اسمها اللمسات الاخيره، لاست تاتش. دي بتبين واقعيه كبيره جدا في الشكل اللي انا شغال فيه كده. اظن انتوا شايفين القماشه بقت متجسمه، تحسوا ليها بقت متجسمه؟ لان انا اهتميت بالتدريج، الظل والنور بتاعي. فطول ما انا مهتم بالتدريج عندي هتلاقوا ان الشكل اللي انا شغال فيه مجسم. يعني الكلام يعني بيسري على اي حاجه ممكن نرسمها، زي العين، زي الرجل، زي الايد. لو اهتمينا بالتدريجات في اي حاجه هنطلع رسمه جميله جدا وواقعيه. لو ما اهتمناش هنلاقي الرسمه فلات او مسطحه طالما ما فيهاش تدريجات. يعني واحد بيجي يوري لي مثلا بورتريه من رسمه، الاقي ان الوش كله درجه واحده، ما فيهوش العمق بتاع التظليل. ما فيش مثلا ان في الانف مثلا، وليكن لما بنيجي نظلل الانف، الانف بتكون من تحت غامقه وبتبدا تطلع على فاتح. لا، انا بلاقيه عامل الانف كلها حرفيا لون واحد. يعني ممكن يمسك قلم اتش بي ولا حاجه وتلاقيه شغال بيه درجه واحده، يعني فلات، نخليها فلات خالص. فبالتالي عمر الانف ما هتظهر انها واقعيه، لان حضرتك ما ضفتش ليها التدريج اللي انا بتكلم عليه دلوقتي حالا، واللي انا عامل له الدرس ده النهارده، لانه بيتحكم في كل حاجه او بيدخل في كل حاجه في البورتريه. اهو كده بالشكل ده. راحة خالص. خلي بالكم عشان في فكرة اقول لكم عليها دلوقتي، يعني حاجة مهمة جدا جدا برضو، ركزوا ومحدش يقفل الفيديو، علشان الخطوة اللي هقول لكم عليها دلوقتي دي مهمة جدا جدا جدا، وبتتحكم برضو في الواقعية بنسبة كبيرة قوي. ده كله هنا ممكن اضيف البلاك ولو بنسبة بسيطة خالص، الحتة الصغيرة دي السوداء اكيد انتوا واخدين بالكم منها كده. وهنا برضو لو بنسبة بسيطة كده. هنا بقى اللي انا بقول لكم عليه، هتلاقوا ان الحته دي مش بيضه، الحته دي لونها اسود كده غامق شويه، وفي هنا الخط اللي هو الفاتح ده شويه كده 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 كده. بالراحه خالص احاول اجسم الفواصل اللي هي في النهايات دي، مهم جدا 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 اهو كده. هنا برضو اهو واخدين بالكم بشويه تاتشات كده بال 6 بي، بس بتدي تاثير مهم، يعني تاثير العمق ده مهم جدا. شايفين مجرد لمسات بسيطه خالص، انا ما ببذلش اي مجهود حرفيا في ان انا اعمل اللمسات البسيطه دي، لكن بتفرق. لكن هي بتفرق، شئنا ام ابينا اللمسات دي بتفرق كده اهو. هنا مثلا لاحظت ان هي بقت فاتحه شويه لما انا غمقت اللي حواليها يعني، فببدا اضيف شويه غامق تاني كده. اهو تمام. طيب كده مش باين غير الجزء اللي تحت بس، تعالوا نركز فيه بقى مع بعض اهو كده.
تعالوا بقى نظلل مثلا جزء زي كده اهو، خد بالكم عشان دي بقى مختلفة شوية. كده ده السكسي بي اللي انا شغال بيه دلوقتي، بس يعني درجة خفيفة شوية، مش دايس قوي على القماشة. دي هبدأ اغمقها عادي جدا زي ما غمقنا اللي قبلها، اللي هي المنطقة اللي هنا دي اهي، كده 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 كده، لان دي اغمق منطقة تحت تقريبا، تطلع من غامق لايه؟ غامق لفات. اهو بصوا بطلع على فاتح ازاي، دي اهم حاجه اهي، شايفين بتنقل من الغامق للفاتح. اتفقنا لو مش هقدر اتنقل بنفس القلم بدخل قلم تاني. خلونا بس نعمل الجزء الاسود هنا برضو، في حته صغيره سودا هنا، هبدا بقى استخدم الاخف منه اللي هو السكس بي على طول اهو. بصوا التدريج يا جماعه، ركزوا افهموا، شوفوا حركه ايدي وابداوا نفذوا، مش شرط على نفس الصوره حتى لو الصوره مش مريحاكم، لان برضو التطبيق ده او التنفيذ ده هو اللي هيتنفذ في البورتريهات. بمعنى لو انا شغال في بورتريه وجالي قماش لبس ولا حاجه هشتغل فيه بنفس التكنيك ده، ما هو الا شويه تدريجات مش اكتر من كده. فاذا التكنيك ده هشتغل بيه في اي حاجه انا محتاجها. اتمنى تكونوا فاهميني كويس، عشان كل حرف بقوله له قيمته، كل حرف بقوله لازم تركز فيه عشان هيفيدك. يعني ما تخليش كلمة أنا أقولها تعد عليك كده بسهولة، لا لازم تفكر فيها وتفهمها وتخليها تخش دماغك وتتقلب جوه عشان تفهم فعلا أنا بقول إيه، وكل كلمة غرضها إيه، وكل حركة في إيدي غرضها إيه برضو، والتكنيك دوت نستخدمه إمتى، وهنا بغمق ليه وبطلع على والكلام ده كله. يعني أنتوا لازم تكونوا فنانين، والفنانين دول هم اللي بيلمحوا بسرعة. فاهمين يا جماعة؟ يعني كل ما أنت ساعدت نفسك إنك تلمح بسرعة كل ما هتتعلم اسرع ان شاء الله، وهتلاقي الموضوع بالنسبه لك سهل جدا جدا جدا، لان انت اديت فرصه لنفسك انك يعني تفهم تستوعب بسرعه بشكل سريع، عكس واحد تاني استيعابه يعني هو مش غصب عنه، في ناس برضه غصب عنها بيكون استيعابهم مش سريع، يعني مش هقول بطيء، هقول مش سريع عشان تبقى اشك شويه، في ناس استيعابهم مش سريع، فبالتالي الناس اللي استيعابهم مش سريع دول هم اللي بيتعبوا شويه في ان التطور بتاعهم بيكون ابطا، وده زي ما قلت لكم بيكون غصب عنهم. لان غالبا بقى هنيجي نتكلم في الموهبه في الحته دي، الموهبه هنا بتفرق ليه بقى؟ الشخص الموهوب تلاقيه بيسمع المعلومه وبيطبقها بسرعه وبيفهمها بسرعه، وتلاقيه بيطبق من اول مره ممكن، يعني مجرد ما يلقط منك المعلومه حتى لو انت ما اتكلمتش كمان، شوف حتى لو انت ما اتكلمتش، يعني لو انا واحد بشرح كده برسم بس ما اتكلمتش، يقدر الموهوب ان هو يشقط مني المعلومه كده وهي طايره يفهمها وبعد كده يروح يطبقها، لانه شاف حركه ايدي وهو اساسا عنده الموهبه بس محتاج يعرف المفاتيح. فاهمني؟ فخلاص بمجرد ما شاف حركه ايدي هيروح يعمل زيها، فهم الموضوع خلاص. فهو ده الفرق هنا بقى بين الموهوب والغير موهوب، ودي طبعا حاجه مش بايدينا، بس في النهايه عشان ما تقولوش انا بحبطكم، الاثنين هيوصلوا سواء موهوب او غير موهوب. وزي ما اتفقنا وقلت في دروس كتير، ياما ناس موهوبه وركنت على الصف او ركنت على الرف، اسف صف ايه، ياما ناس موهوبه وركنت ما كملوش لانهم مش مجتهدين، متخاذلين، ما نموش او ما طوروش من الموهبه بتاعتهم دي، عكس ناس كتير تانيه مجتهده وتعبت وطورت ودست على نفسها، فدول هم فعلا اللي بيتعلموا بيوصلوا لنتائج عاليه جدا 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 ان شاء الله. تمام كده انا خلصت المنطقه دي، نعملها شويه كده. تعالوا بقى نشتغل في التظليل اللي هنا ده، ده مهم جدا برضو اهو، ده لازم ينزل على ايه؟ على فاتح خالص كده، خدوا بالكم عشان ده مهم جدا اهو، نزلت بيه على فاتح خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، كده 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 اهو. ممكن نيجي هنا نستخدم سكس بي شويه لان حاسس ان المنطقه دي داكنه اهي كده، نطلع بيها على فاتح برضه زي ما انتم شايفين كده، عملناها اهي وطلعنا من الغامق اللي فاتح، ما تختلفش عن التدريج اللي جوه القماشه اطلاقا، هي نفس الفكره
مفيش اي حاجه مختلفه. وهنا برضو في جزء بسيط خالص لو انتم ملاحظينه ده مهم جدا لان ده اسمه الظل. بقى احنا اللي عملنا التظليل ده الظل بتاع القماشه اللي بيديها واقعيه اكبر، فاهمين؟ اهو اهو. تعالوا نمسح الشخبطه اللي بره الاول قبل ما نعملها. اهو نبدا نطلع من الجامد اللي فاتح. بالراحه خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اتمنى تكونوا فهمتوا وجهه نظري. واخدين بالكم الشبه بيبدا يظهر اكتر كده، مش باين غير الحته اللي تحت دي. تعالوا نعملها بقى عشان نبقى خلصنا الرسمه كلها بالمره. اهو كده تمام. بعد كده نيجي كده اهو كده عملت الجزء الاسود. نبدا بقى ندرج التدريج بتاعنا العادي جدا 6 بي مثلا. كده شايفين غمقت هنا اهو. وهبدا برضو كالعاده اطلع على فاتح خالص زي ما انتم شايفين كده. ممكن اضيف هنا شويه بلاك برضو بما انه فتح شويه كده، واكمل باب التوبي وهكذا نفس الطريقه بتاعتنا او نفس الخطوات بتاعتنا اللي استخدمناها من اول الرسمه خالص اهو كده. اهو مفيش خالص. موضوع بسيط جدا يا جماعه لو احنا ركزنا فيه نقدر نعمله بكل سهولة إن شاء الله. حتى لو إحنا لسه مبتدئين لسه بنتدرب على حساسية القلم كل الكلام ده هنقدر نرسمه بكل سهولة إن شاء الله، لكن بشرط واحد إننا نشغل دماغنا بس. مش مطلوب منك أكتر من كده، إنك تشغل دماغك تفهم أنت بتعمل إيه، تفهم أنت بتستخدم درجة إيه في المكان إيه وهكذا. مش شغال بالبركة يعني، مش أي قلم يجي قدامك هوب بتمسكه تستخدمه، لأ افهم، لأنك لو فهمت هتنفذ تمام. هي الموضوع كده، هو الرسم كده يا جماعه، فهم فهم. يعني دايما بقول الرسم مش بايد بس، الرسم بالعقل اكتر ما هو بالايد. العقل والعين، العين بتلمح والعقل بيفكر والايد في الاخر هي اللي بتنفذ. يعني الايد اخر حاجه هي اللي بتنفذ، لكن اللي بيشتغل قبل الايد هو العقل والعينين، فاهمني؟ فلازم ناخد بالنا من حاجه زي كده واحنا بنطبق، نفهم كويس احنا بنعمل ايه علشان ما نجيش نطبق نلاقي الدنيا بقت بلوظه فنرجع نقول يا ريت اللي جرى مكانه. اهو بلوظه يعني خربت، عندنا في مصر بلوظه يعني ايه؟ يعني حاجه معجنه كده، فاهمين؟ اللي هو حاجه خربانه يعني. تعالى اوريكم الشكل من بعيد شويه بقى اهو. اظن كده القماشه بانت جدا زي ما انتم ملاحظين، تناياتها وكسراتها وتدريجاتها من غامق لفاتح والكلام ده كله باين، لان انا شغال براحتي مش مستعجل، رغم ان انا مستعجل برضو زي ما قلت لكم. انا مصور الفيديو ده الساعه 1:15 فكنت فصلت في اخر اليوم طبعا، فيعني الواحد عنده طاقه برضو. هنا بيكون في الظل شويه ظل زي ما انتم شايفين هنا
كده هنزل بيها بمجامي لايه بالظبط كده مجامي لفاتر. كده 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 اهو كده زي ما انتوا حاسين. يعني التظليل اللي تحت او اللي في الخلفيه ده عليه عامل كبير جدا، لان هو اللي بيديني الانعكاس والواقعيه بتاعت القماش. شايفين كده تحس القماشه هي اللي برزت عن الحيطه. خلينا ابعد لكم التصوير شويه برضه عشان يكون الموضوع ايه ظاهر بالنسبه لكم. ادي القماشه بشكل كامل، وادي الموبايل او القماشه اللي احنا رسمنا منها من الموبايل. قارنوا هتلاقوا ان هي بقت نفس القماشه بالظبط مع اختلافات بسيطه في الاوت لاين، وانا عارف ان في اختلافات لان انا زي ما قلت لكم خلاص فصلت. يعني بصراحه زي ما انتم شايفين يا فنانين ده الشكل النهائي. لو اديتوه وقت اكتر هيكون احسن ان شاء الله، بس اهم حاجه تكون الفكره وصلت لكم. لو فهمتوا فكره التدريج دي بشكل مظبوط هتقدروا تطبقوا على اي حاجه في الرسم، مش شرط بقى قماش بس. يعني اديت لكم مثال النهارده قماش لان في تدريجات كتير جدا زي ما انتم ملاحظين كله من غامق لفاتح، لكن لو احنا فهمناه هنقدر نطبق اي حاجه وبكل سهوله ان شاء الله في الرسم عموما. فاتمنى تكونوا فهمتوا واستفدتوا من درس النهارده. لو استفدتوا ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو واشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وتستنوا درس جديد بكره ان شاء الله. كومنتات كتير واللايكات اهم حاجه اللايكات، وشاركوا مع اصحابكم بقى يا جماعه كده، واعملوا شقلبازات كتير، وانضموا لجروب فيسبوك وقناه التليجرام، وتابعوني على الفيسبوك والانستجرام. كل اللينكات دي في الديسكربشن بوكس. وعشان ما اطولش عليكم بقى، وانا بالفعل طولت عليكم، يلا نتقابل بكره ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.